يلا يا صحابي نقول مزمور 90، الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من سقطة وشيطان الظهيرة، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازاة الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك، وعلى أيديهم يحملونك، لألا تعثر بحجر رجلك، تطأ الأصعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكل فأنجيه، أستره لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة فأنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هللويا.